هل أنت طبيب السيدة مونتينيغرو؟ ليس بالضبط، قبل أي شيء نحن صديقان. هل تستخدم السيدة خدماتك دائما؟ فقط بين الحين والآخر. لماذا اتصلت بك صبيحة اليوم التالي لما حصل؟ أظن أنها لم تجد غيري. ما أن وصلت، هل اعتنيت بالمصابة إسبرانسا كالديرون؟ نعم سيدي. كيف كانت؟ مريضة. وبرأيك المهني دكتور، هل تنسب حالة إسبرانسا إلى سقوط عادي عن الدرج أو إلى ضرب مبرح من المتهمة؟ ما رأيك أنت؟ المصابة تعرضت لردود في رأسها، ولا يمكن أن أحدد بالضبط كيف تلقتها، لكن أميل إلى الاعتقاد أن السيدة إسبرانسا وقعت عن الدرج. سمعتم ما قال؟ هل سمعتم؟ أنا لست مذنبة. كاذبة، أنت كاذبة، أنت كاذبة، كاذبة. هدوء، هدوء في القاعة. هي محظوظة عمي فرناندو. مع شاهدين أو ثلاثة كهذا سوف تخرج بريئة. ولكن هذا منتهى الظلم. هل حاولت المتهمة إبلاغك أنها لا تريد أن يعرف أحد بخطورة الإصابة؟ كانت قلقة، منهارة، لا تعرف ماذا تفعل. لكن عندما وصل وكيل النيابة العامة قرر نقلها إلى المستشفى، وهذا كان رأيي أنا. دكتور، عندما وصلت إلى المنزل لاحظت الفوضى؟ لم أفهم السؤال. هل كانت توجد إشارات على إقامة حفلة في الليلة السابقة؟ لا سيدي. وأين وجدت المصابة؟ في غرفة ثريا مونتينيغرو، هي كانت تعتني بها، تحاول إيقاظها، وكانت تبكي ودموعها بدت لي صادقة. إنها الحقيقة، أنا أقدر إسبرانزا بالرغم من كل شيء، فكيف تعتقدون أنني قادرة على ضربها؟ كيف؟ كاذبة. هدوء، هدوء في القاعة. بالفعل عمي، هي بمنتهى الخبث. لكنها ضربتها أمي. نحن رأيناها. هدوء، هدوء. فليتابع محامي الدفاع. لم يعد لدي ما أسأله حضرة القاضي. أظن أن الدكتور ديل خونكو ضلل من قبل المتهمة، وذلك بهدف تضليل العدالة. هذه الخبيثة، من الواضح أنها شريرة. لا تدعوها تقنعكم. نعم، لا تدعوها تقنعكم. شريرة، شريرة، خبيثة، شريرة، شريرة، شريرة. هدوء، هدوء في القاعة. ها، فلتتقدم الشاهدة التالية أوريليا سانشيز. من هي؟ ننديتو، من هذا؟ خادمة ثريا. هذه ستقول الحقيقة، إنها من جانبي. لا أظن، لابد أن ثريا هددتها، تخاف منها كثيرا. مدربة تعملين في منزل ثريا مونتينيغرو منذ وصولي إلى مكسيكو. كيف كانت المتهمة تعامل السيدة إسبرانسا وابنة زوجها إليزا؟ جيدا سيدي. ألم تضربهما؟ أبدا سيدي. هل رأيت فرنانديتو ديلا فيغا ذات مرة في منزل ثريا مونتينيغرو؟ نعم سيدي. أكانت المتهمة وفرنانديتو ديلا فيغا على علاقة؟ أنا لا أعرف. أكانا يقبلان بعضهما؟ أعترض سيدي القاضي، سبق وأن طرح هذا السؤال على الشاهدة وأكدت أنها لا تعرف شيئا عن العلاقة بين فرنانديتو ديلا فيغا والمتهمة. سؤال جهة الادعاء غير مقبول، تفضل وتابع الاستجواب. أين كنت ليلة وقوع الحادثة؟ كنت أهتم بالضيوف. ألم تشهد الضربات التي تلقتها السيدة الحاضنة إسبرانزا كالديرون والأنسة إليزا موتلبان؟ لا سيدي. ولا سقوط السيدة على الدرج أو نوبة الشابة؟ في البداية لا سيدي، سمعت فقط صراخ الأنسة إليزا. هل تظنين أن هذه الشابة مجنونة؟ لا أعرف سيدي. ما يجري هنا غير معقول. تماما كما قالت إليزا، حتما هذه المرأة تهددت من ثريا، تبدو متوترة جدا. سوف نرى من هو الشاهد التالي وتصرف ثريا معه. هل كنت في الحفلة ليلة وقوع الحادثة؟ نعم سيدي، كنت هناك. أي نوع من الحفلات؟ كان اللقاء عاديا جدا.
أنت صديق المتهمة؟ نعرف بعضنا. بصراحة ما هو رأيك بالمتهمة؟ هل تبدو لك امرأة شريفة أم امرأة مشكوك بأخلاقها؟ أكن لها كل الاحترام سيدي. ثريا مونتينيغرو امرأة مميزة جدا، إنها سيدة محترمة. هل تزورها دائما؟ أحضر حفلاتها. هل رأيت ذات مرة هناك فرنانديتو دي لا فيغا؟ أبدا. ولا حتى ليلة الحادثة؟ ولا حتى ليلة الحادثة. هل كلمتك ذات مرة السيدة مونتينيغرو عن صداقتها مع فرنانديتو دي لا فيغا؟ بالتأكيد. ماذا قالت؟ إن فرنانديتو كان مغرما جدا بها ويطاردها، لكنها لم تهتم له بتاتا لفارق السن. أتظن أن المتهمة لم تكن تهتم له؟ من دون شك. تقول أمي إن ثريا تقوم بإقناع المحلفين ببراءتها. ربما إليزا وأنا كنا ضعيفين في اتهامنا لها. لم أقدر أن أتهمها أكثر. تذكر أنني وعدت صليبي ألا أتهمها إن لم تمت إسبرانسا، وقد تعافت. وهي لم تمت. إن لم ألتزم بوعدي قد تموت هي. أتعرف من وصل نانديتو؟ ألدو. حقا؟ جاء أخيرا ليشهد؟ جاء كي يواجه مشاكل، لكن لا تتشجع، لا أظن أن أبي سيستفيد من شهادته. إسبرانزا كانت نائمة على السرير في غرفتها، وإليزا على كرسيها المدولب وهي تعاني. لماذا تظنين أن السيدة إسبرانزا كانت قد وقعت عن الدرج وأنها لم تتعرض للضرب؟ لأنني أعرف السيدة ثريا وهي عاجزة عن القيام بأمر كهذا. سيتوضح الأمر. أكتفي حدث القاضي. يمكن لمحامي الادعاء أن يبدأ استجوابه. لا سيدي، لا فائدة من الاستجواب، فهي لم تغير بإفادتها. يوجد تطابق حسابي في شهادات أصدقاء المتهمة. لأنهم يقولون الحقيقة والحقيقة لا تتناقض. لأنه منذ أن وقعت الحادثة إلى أن تمكن فرناديتو دي لا فيغا من الإبلاغ عنها، جميع الضيوف في الحفلة اتفقوا على أن يكذبوا. ليس لحمايتك بل لحماية أنفسهم، لأن الجميع، حضرات المحلفين، جميع من كانوا هناك تلك الليلة كانوا مشاركين بالتستير عن الجريمة ومذنبين بأنواع أخرى من الجرائم كانت ترتكب في منزل السيدة مونتينيغرو. الأستاذ يقول ما حصل. اشتركهم جميعهم. إنهم أنذار. كل هذا كذب سيدي، لا أصدقهم، إن هذا كذب. هذا ليس صحيحا. هدوء، هدوء في القاعة. أسف. يمكن للشاهد أن تنسحب. إلا الأستاذ لا فيغا يريد اتهامي واتهام أصدقائي بأشياء كثيرة، وأنه في منزلي حصلت جرائم أخرى، والقول إن المشروب كان ممزوجا بمواد سامة، وهذا افتراء سيء. إنها الحقيقة. أي أثبت لديك؟ اجلسي وحدي. حقيقة أثبتك. قل مجري لديك. هدوء في القاعة. أرجوك أن تجلسي سيدتي. وأنت أستاذ دي لا فيغا، آمل أن تفهم فداحة الاتهامات التي وجهتها ضد ضيوف السيدة مونتينيغرو. أفهمك سيد القاضي. وأنت كمحام تعرف تماما أن الوقت الآن ليس مناسبا للاتهامات. أرجوك أن تسحب الإهانة التي ذكرتها، وإن كان لديك اتهامات أخرى تتقدم بها قم بها في الوقت المناسب وبوجود السلطات الملائمة، لكي تكون موضوع دعوى جديدة ساعة تتقدم بها. على الأرجح لن أفعل، فكما تقول المتهمة ليس لدي إثبات، لكن على القاضي أن يفهم إحراجي أمام الشهود وأصدقاء المتهمة الذين يعرفون كل شيء لكنهم جاءوا ليشهدوا بالزور لتضليل العدالة. ألدو يعرف أن الحقيقة بين يديه. لا تحزني، إن لم يقلها فهذه مشكلته. ما يحصل لي غريب جدا. ما همي مما يقوله ألدو أرمنتيروس ما دام أنه لن يكون له أي قيمة. أتصور أنك تهتمين أن تعرفي أني ستيتا. لقد استدعوا للشهادة السيد ألدو أرمنتيروس، أتفوتين ذلك؟ أتفوتين
تقسم أن تقول الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة؟ أقسم لن أقول الحقيقة أمي. أتصور ذلك بني، وكيف يخذلك أنت عليه في هذه الحالة أن يخذل والده؟ تصور معنى أن يكون هناك أمام والده ويكون مضطرا لفضح نفسه. نعم أمي، أدرك ذلك. نعم. إن